جبل المحامل سابنا شيخ سلام. البركة فيك، خلف مطرح وسبع. اليتم طلع تقيل حتى على الكبير يا شيخ اسماعيل. كان هنا كلنا، عظم الله أجرك يا أبو درويش. شكر الله سعيكم. خمس مماليك جل عزوا وقاعدين مش عايزين يرجعوا، طالبين يقابلوك. كل هارب عاوز يقابلني بابي مفتوح. يا همام، بحري مش هيسكتوا وعينهم علينا، واديك شايف وسط العزا بعتين مين. مفيش حد يستجير بيه واخلف معاه ابدا، فاهم؟ واحنا نعادوا اللي سايبيننا في حالنا ليه؟ يعني ايه سايبيننا في حالنا؟ فهماني دي. اهي الحكايه طول عمرها كده، هم في حالهم واحنا في حالنا، هم سايبين لنا باب الحكم من جوه واحنا مسيدينهم من بره. هم مين دول اللي سايبين لنا الباب؟ رد علي. هم ما حصلش. الارض دي احنا وجدودنا فيها من سنين، احنا اللي زرعنا واحنا اللي بنينا. جد جدك كان قاعد هنا في منظرته وهم هناك هيطيروا عليهم يصيدوهم بالشبك ويبيعوهم في الاسواق ويتربوا عند سيادهم لغايه ما الواحد فيهم يبقى له اسم واحد بس بالكثير ابو. انت تعرف لحد اسم جدك المين؟ هم ما فيش واحد فيهم يعرف اسم جده الاولاني ايه، ولا نسيت جدودك يا اسماعيل؟ والله جدودنا ما كانوش يوقفوا في وش الريح عمرهم. ما يخافش من ريح غير التراب يا اسماعيل. الريح تعاد على الارض تاخد شويه تراب في وشها وتمشي وتبقى الارض زي ما هي يا شيخ اسماعيل. يا تراب يوه. الظاهر ان خلفه الواحد على كبر طمعتك في الدنيا. لا انت اللي بقيت خواف مكلبش فيه، خايف تدوس على الارض برجليك لا توقع. انا عمري ما خفت من مخلوق. امال ايه؟ انا عاوز اعملكم جنيه. ربنا خلاني ابو الكل، عاوز اللي في رقبتي يعيشوا معززين. وخد الكلام من الاخر يا شيخ اسماعيل، بيتي له بابين، باب على اسوان قبلي مطرح ما النيل عيتجنن ويفط، واب بحري مطرح ما لهجة الناس هتتغير عن لهجتنا. بيتي بين البابين، واللي يعيش جواه لازم يسمع كلامي. يا ولد عمي، أنا معاك في الدنيا والآخرة، لكن اللي جواي قلته. لو دهن لجواك تبقى نصيبة يا شيخ اسماعيل. ما في جوا قلبي غيرك يا عم، وانت عارف. عارف يا شيخ اسماعيل، عارف. قل لي، ما بعتينا ابو الذهب ليه؟ بلغك من قعدتك معاه حاجه؟ جاي يعد نيابنا كم ناب ويشوفها عط عضه ولا لا. ونيابنا لو مش في حنك واحد ملهاش عازة يا شيخ اسماعيل. عجبك الحال في الصعيد يا محمد؟ الناس دي عجيبة قوي بك. عارف دول لو أهل حروب وسلاح كانوا ملكوا الدنيا. عزيت والرسالة وصلت، بس الراجل ده مش سهل، عينيه بصل بعيد، له عيوب. واللي حواليه؟ اللي في الظاهر عصبية وعزوة ورابط ملهاش آخر. واللي في النفوس؟ مفيش نفس ملهاش ثغر بك. خلي عينيك في وسط راسك، اللي في القلعة باين انه ماشي ومحدش عارف ابدا ايه اللي هيحصل. الايام هتلف والجامع كمل، هنفتحوه في ميعاده ولا نأجلوه عشان العزاء؟ ومال العزاء ومال الصلاة؟ كله في ميعاد. الأربعين ليلة بتوع الشيخ يوسف الله يرحمه فاضل فيهم أسبوع. اللي اتفقنا عليه هيحصل. الجامع الجديد يتفتح بكره للناس يصلوا فيها، والعزاء يفضل لاخر ليله في الاربعين ليله. واقول لك نعم، عاوز هورا كلهم جبلي وبحري يجوا الجامع يصلوا الظهر، وبعد كده يجوا يقعدوا معايا عشان القعده هتطول. ناوي على حاجه معاهم؟ عاوزهم كلهم، خصوصا بتوع بحري والبحيره.
جماعة الشيخ يونس. وبقول لك محدش منهم يرجع بلده قبل قعدة بكرة. حاضر. اقفل على ركايبهم جوه الحوش وخلي مفتاح القفل في جيبك. قاعد تبص عليه وساكت ليه؟ وحشك وهو قدامك؟ أشوفه شبه مين؟ ما أنا بقيت شبهك خلاص، يعني هيكون شبه مين يعني؟ لا، أحلى مننا إحنا التنين، شبه الأيام الحلوة اللي قضيتها معاكي. كام يوم يا همام؟ عمري كله يا صالحة. مالك يا ولد عمي؟ بصيت لي درويش وتمنيت اشوف الراجل، وبعدين خفت، وبعدين حزنت، وبعدين انكسفت من روحي وقلت يا هو اتقدم مع ربنا، الاعمار بيد الله. انا اقول لك قادر كذب عبد القادر، قادر ربنا يا عمه عطانا بعد صبر ما حرمناش، ومادام هو قادر نبقى راضيين باللي هيعمله، نقعده لحد ما يكبر ويبقى راجل وتشيل عياله بإذن الله. بس خبريهم مالي يا همام، ليك كتير عاد بيت عندنا وسايب العروسة. انت لسه بتسميها عروسة؟ ما بيجيتش خلاص يا صالحة؟ لا اعدل يا همام، روح لها عيلة وغلبانة من ساعة ما جه درويش وانت ما تسيبهوش دقيقة، حرام عليك. والله وقفت كتير معايا وانا حبلة كانها بنتي. خلاص ما دام هتحبيها قوي كده خليني بقيت الاسبوع معاها. بقيت اسبوع ايه؟ قعدت عليها حيطة. لا هو انت يعني هتسيبها يا تقعد معاها اسبوع؟ ما تروح لهاش. ما كنت جدع حصل ايه امال؟ والله ساعات احس انها بنتي وساعات احس انها ضرتي. خلاص يا همام روح لها انا مسامحه.